فعنوان المنبر من قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يخبر أصحابه وأن يخبر أمته عن صنف من الناس. هذا الصنف من الناس ليس ممن تركوا العمل كليا، هم يعملون، ولكنهم يعملون عملا ليس مقبولا. والله تبارك وتعالى تكلم عن أصناف في القرآن الكريم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن أصناف ووصفهم بصفات، وقال أن هؤلاء لا يقبل الله لهم عملا ولو عملوا. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا، أي ناس عملوا حاجة كويس وعبادة وقربة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعلى رأس هؤلاء العاملين الذين قال الله عنهم أن أعمالهم لا تقبل الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. ربنا جل وعلا قال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فهذا عمل للكفار عملوه. الكافر ممكن ينفق كويس، ممكن يبر والدينه، ممكن يساعد المحتاجين ويغيث الملهوف كويس، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل عنه لا يقبل له عمل. وأقرب مثال نضربه بشخصية كانت تعمل وتقدم في أيام الإسلام الأولى ما لا يقدمه كثيرون من المسلمين اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبو طالب كان يحميه من المشركين، وكان يذب عنه مع أنه لم يدخل في دينه حتى آخر أيامه وآخر لحظاته في الدنيا، قال ما دار يخش في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عم قل كلمة واحدة بس، قل لا إله إلا الله كويس. بعد ما قال، لأنه كانوا في ناس مضلين معه كويس وقاعدين، وقالوا أنت ترجع عن دين أباك؟ معقول زمنك ده كله أنت بتعبد في الأصنام ومعانا كويس الليلة ترجع كويس؟ عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الأصناف. ومن الأصناف التي لا يقبل الله تبارك وتعالى لها عملا هم أهل البدع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله عن صاحب بدعة حتى يدعها، يعني ما خلى بدعته دي الله ما بيقبل عنه عمل. والبدعة حابطة لأنها لم تأتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله تبارك وتعالى: إن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بشريعة واضحة لا لبس فيها، ليلها كنهارها، كما قال: لا يزيق عنها إلا هالك. الزول المطيع النبي عليه الصلاة والسلام وما بياخد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبيعمل له عبادة من راسه، وإن كان هو من الذين يريدون الخير كما قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لم يدركه. لقى ناس في المسجد، الجماعة قاعدين كلهم حلق كويس، وبيعملوا في حاجة الأصل فيها كويس الحل، بل والأصل فيها الاستحباب وأمر الله تبارك وتعالى بها، ولكنهم لما عملوها بطريقة لم يعملها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعملها أصحابه ردها عليهم ابن مسعود. وجدهم حلق، في كل حلقة قائد، زول قاعد بيقول لهم، قاعدين عندهم حصى كويس، بيقول لهم سبحوا 100، الجماعة يشيلوا في الحصى ويحرك من بيجاي يخذ بيجاي كويس، يقول لهم كبروا 100 يشيلوا الحصى يرجعوا بيجاي، يقول لهم هللوا 100 يشيلوا يرجعوا. فابن مسعود جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وجاء به إلى هؤلاء الناس، فجاءه ابن مسعود قال لهم: إما أنكم أفضل مما كان عليه رسول الله، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو إما أنكم سابقوا إلى خير لم يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم: أنتم عملتوا لكم حاجة يا إما النبي عليه الصلاة والسلام ما حصله، وخير ده النبي عليه الصلاة والسلام ما عمله،
وانتوا احسن منه، يا اما انكم جايبين باب جديد من ابواب الضلال. فقال لهم: هؤلاء اصحاب النبي، ما اسرع هلكتكم يا امه محمد، هذه ملابسه لم تبلى وانيته لم تتكسر، كويس، وانتوا جايين وتعملوا البدع والضلال. فدخل عليهم وحذرهم من هذا الفعل. وهذا الفعل الذي يراه كثير من الناس بسيط، إلا أنه تضاعف، كما قال السلف: إن البدع تبدأ صغارا ثم تعود كبارا. قال فرأيت، الراوي قال: فرأيت أصحاب هذه الحلق يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج، كلهم بس من شغالتهم دي، كويس، التهليل والتسبيح بالطريقة الجماعية وطريقة الحصى ما كانت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، جرتهم إلى أكبر منها في البدع، بل وصلوا إلى درجة قاتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة، ومنهم علي بن أبي طالب وغيرهم من أفاضل الصحابة، دل بقوا ضدهم وقاتلون، كويس. فهذا الكلام عن أهل البدع، لا بد الإنسان أن يعي ما هي البدعة، وأن يعي ما هو الشرك، وأن يعي ما هو التوحيد، وكذلك ما هي السنة. وكل هذا من معينين، هما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب رسول الله. يعني لا بد أن تعرف القرآن وتعرف السنة بفهم الصحابة، لأن ربنا سبحانه وتعالى جاء بالنبي قدوة للناس. الله تبارك وتعالى قال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة، كويس، ومن لاقى النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى به وعمل بأثره وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل وأثنى عليه القرآن، هم أصحاب رسول الله. يعني الصحابة ديل ربنا مدحهم في القرآن ووعدهم بالجنة، كويس، وأنزل في أشخاص منهم آيات ووصفهم بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. ده فوز، إن ربنا يصفك بالرضا ويرضى عنك ويصفك إنك راضي عن ربنا سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، كويس. وربنا جل وعلا قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، كويس، ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا. هذا وصفا للأنصار الذين استقبلوا المهاجرين في مدينة رسول الله. فديل صفوة هذه الأمة وصفوة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ضرب الله مثالا وقدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك ضرب مثالا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي من آمن بإيمان الصحابة واتباع الصحابة وتطبيق الصحابة للقرآن والسنة فإنه على هداية. بل ووعد الله تبارك وتعالى أصنافا من أشخاصا من الصحابة بأعيانهم بأن لهم الجنة، ووصفهم بالصحبة. وهذا الكلام أقوله لأن هذا منبع الخلاف بين أهل الحق وأهل الضلال بأصنافهم وأشكالهم وألوانهم، كويس. كثير من الناس الليلة عندهم ضلال وعايشين في المجتمع، وكما تعلمون أن هذا المجتمع الجامعي هو أكبر مثال للتفرق وللتشرزم وللفرق والجماعات والأحزاب التي تختلف في الأشكال فضلاً عن المفاهيم والألوان. ناس في أشكالهم تلقاهم بيختلفوا، كويس، تلقى شيوعي، كويس، وسخان ورمدان، كويس، وشعر واقف أي شعر واقف برا، ويجي لاف في نص الطلبة، تقول الزول ده جابوه من ياتو زريبة، جابوه من وين ما تعرفه، كويس، فتحة خشمه يقول لك لا إله والحياة مادة، كويس، تجي تلقى شعبي وديل جايينهم لأنهم يسكانوا بيبرطعوا بيجاي ومعلقين ملصقاتهم، كويس، جايينهم، كويس، لو فيهم زول جاهز يسخن طوالي في الخط بس عشان يجي داخل لنا بعدين، تلقاه قاعد في نص الناس ويقول لك أنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاجبني،
وكلام الرسول هو وظيفة. أنا ما بؤمن به في شخصه ولا ما بؤمن بأحاديثه، لأنه دخل الغلط ودخل الكذب وبشوف الحديث كده، لو نفع معي بشيله، لو ما نفع معي بقول ده والله ما بخش العقل. قاعدين أصناف زي دي قاعدة، كويس؟ في من الأصناف القاعدة جوا، كويس، معانا في الجامعة وفي مجتمعنا، تلقاه في المسجد وإمام الجامع، كويس، تلقاه يعتقد عقائد لم يعتقدها أبو لهب ولم يعتقدها أبو جهل، كويس، ويفعل أفعال لم يفعلها صناديد المشركين ولا أهل الشرك من لدن السلام. تلقى ناس قاعدين معك جوا الجامعة يقول لك غير الله بيخلق وغير الله بيدي الجنة، كويس، وشيخنا هو الله ذاته، والشيخ يقول لك أنا الله ذاتي، كويس، ويقول لك أنا عندي صلاة وعندي ذكر أفضل من القرآن النزل ربنا، كويس، ويقول لك أنا والله بعترض على الآية دي عديل، يقول لك الآية دي ده كلام سياسي وده ما بينفع معانا ونحن دايرين إسلام متحضر ومتجدد. ده كلهم قاعدين، قد تختلف أشكال ويقروا في ده بيقرأ كهرباء وده بيقرأ وين، لكن تلقاهم في الفهم واحد، كلهم حربا على الإسلام وحربا على القرآن وحربا على السنة، ولكنهم سيجدون وسيلاقون بتوفيق الله وقدره الكوني وقدره الشرعي من يذب عن دين الله وعن سنة رسول الله، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال الله تعالى في القرآن الكريم وكذلك مفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. زول يكون معاك في الجامعة، كويس، وكثير ممكن تكونوا بتعرفوا منه الناس، زول يجيك هنا في الركن يقول لك ليه الشيخ ما بيقلب البيت ولد، يا أخي الخواجات ما بيقلبوا البيت ولد، والله زول شايل بطاقة معاك عنده رقم جامعي وبيقرأ معاك وعامل فهمه ولا أنا ممكن يقدموه في الصلاة، كويس، يقول لك والله أنا لو مشيت ممكن الشيخ يقلبني بيت، وخليه يقلبك بعدك يمكن تلقى لك عريس ما تلقى ما عارف، كويس، وزول تلقاو يقول لك والله نحن شيخنا أدانا ورد زي ما قلت لك ده أفضل من القرآن 3000 مرة، وفي المجتمع برا تلقاو بتاع حافلة موهوم كاتبه في الحافلة بتاعته، كويس، واحد بتاع أمجاد معلقه في الأمجاد وبتاع ركشة كاتبه يقول لك عندنا صلاة زي ما بقولوا التجانية، كويس، قالوا عندهم صلاة اسمها صلاة الفاتح، وصلاة الفاتح دي قالوا أدى لهم الرسول عشان يغشوا المساكين، كويس، قالوا الرسول لقى أحمد التجاني، كويس، وقال له أنا بديك صلاة، الصلاة دي أحمد التجاني قال أفضل من القرآن 6000 مرة، 4 ولا 5 كلمات بس، قال أفضل من القرآن كله 114 سورة، بس تقول الصلاة دي بتعدل القرآن 5 6000 مرة، يعني زي قريت القرآن ختمته من الفاتحة للناس 6000 مرة. إذا كان ده عمل كويس دارين يخشوا به الجنة، ده ما ضلال وده ما بديون جهنم، عشان كده ربنا قال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تلقى الصوفي مجتهد في الخرافات وفي الأساطير وفي العقائد بتاعته دي اجتهاد لا تجده عند أهل الحق، ممكن تلقى زول حق تلقاه مبصوم المستحبات، كويس، ورمضان بالمجابدة لكن عقيدته في الله تمام، كويس، وصلاته يكون مقطعة، كويس، يعني إنسان عاصي تلقاه ما مجتهد وعارف الحق، لكن الزول الزيدة كويس عنده من الأعمال ومن الأباطيل يجتهد فيها اجتهاد الآلاف من الناس من أهل السنة، كويس، فتلقاهم قاعدين يقول لك عندنا عصر الليلة في الجمعة تلقاهم، كويس، ودي البجاية قريبين ناس البرهانية بهنا قريبين جامع كبير شفتها وعندهم جوا بلاوي، تلقاهم قاعدين يقول لك عندنا الليلة ذكر عصر يا مولانا، ها الذكر فيه شنو، يلا قولوا صلاة الفاتح، الجماعة كلهم ورقوا صلاة الفاتح، خلاص دي زي اللي قريت القرآن 5000 مرة وينفضوا وقوموا يتخرجوا، تلقاهم عندهم ذكر يكوركوا ويمدحوا فيه مدايح لا يعلمها الجن والإنس، لو جبت الزول اللي بيمدح ذاته تعال المدحة دي معناها شنو، كويس، يقول لك حككي سككي ما هو الفجل ما هو البامبي، المدحة دي شنو، يقول لك والله بنمدح في النبي، النبي ياتو في ديل الفجل ولا البامبي ولا السككي ولا الحككي ياتو فيهم، كويس، يقول لك كباشي قيدوا في شبله جيت أزور جبله جيت أقيف قبله لولحوا زقلوا شاتوا تل نبله، صلي عليه أصلي على منه، كويس، دي كلها قاعدة من عند الناس، كلها قاعدة في المجتمع،
وكثير من الناس يعتقد هذه العقائد، بل وهذه العقائد مسطرة في كتب ومكتوبة عند الناس، وفي الدار السودانية للكتب، أكبر دار في السودان لنشر الكتب، وفي المعارض كويس يجيبوا الكتب دي ويدوك لها بفاتورتها. والله أنا مش نشتري الكتاب بفاتورته، بل خليه برا في المكتبات، جوا في الجامعة يدرسوك لها كويس. قبل كده واحد كوز وغلب ويقول أنا كوز، تمام، قلنا له الكتاب ده درسونا له جوا الجامعة، مادة اسمها دراسات سودانية، كتاب طبقات والضيف الله بخصوص الأولياء والصالحين في السودان، مرجع عديل في مادة كويس، لكن شكله برلوم لما نصل بلاقيه الكلام ده. كتاب بيدرسوه للجامعة هنا، وبدرسوا للناس الآداب، وبدرسوا للناس جامعة الخرطوم، وبيحتفلوا به في سنار عاصمة الثقافة كويس، ويتكلموا عنه في الجرائد وفي التلفزيون، وفيه من الضلال والكفر بربنا سبحانه وتعالى ما الله به عليم. زول يقول لك شيخنا بيمش في الموية، وشيخنا بطير، وشيخنا بيعلم الغيب، وشيخنا بيقول للشيء كن فيكون، لكن زي ما بيقولوا الليلة بس دايرين ندي حاجة من سكول سايكدي، تمام. المرة الجاية بنجيك بالكتب، وبنجيك لو لقينا طريقة نجيب لك عديل بروجيكتر تشوف الجماعة الحيران والرقوز اللي بنط الضاق كويس، بتشوفهم كله. فهذا المنبر بحول الله وقوته إن شاء الله نقدم فيه الحق، ولا تأخذنا في الله لومة لائم، ولا نخشى من أحد. أي زول كويس بلاقيك في الغاعة، بلاقيك في الكافتيريا، بلاقيك جمس بتاع الشاي كويس، بلاقيك في أي محل عامل لك فيها منظر، وأنا النوعيات دي بعرف منها كثير كويس، وصفوا الناس ظهروا، لكن لما انتهبشهم بكلمة كلمتين الواحد يزيد بزوق. أنا دايرك تقيف ودايرك تناغش يا الكوز القاعد هنا في الجامعة بتدور لك حفلة نجاة غرزة ومعارف منه، وأنصار السنة اللي بتنفخوا الهنابيب كويس، عشان في ناس بيشوفوا شكلي ده يقولوا ده أنصار سنة، أنا ما أنصار سنة، وناس المكتبة العلمية المجارم اللي بيجاي ديل كويس، والشعبيين اللي بيجي ينظروا هنا 17 شافع قاعدين يجوطوا، ونحن يا خامس هنا في السيار كاتبين عن والله كلام ده ممكن شنو كاتبين عنهم ثلاثة ولا أربعة صفحات بس ممكن تعمل لها عنوان بس. هذا الكتاب بصدد الكفر بالله، ينضم في الله الخلق، وينضم في النبي عليه الصلاة والسلام، وينضم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. خلي نحن ده الخلاص وشلتونا سامع عندهم لنا حاجة، لكن زول عايش معك جوا مجتمعك، انت تجي من 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 نهلك، زول على الفطره السويه كويس، بتحب النبي عليه الصلاه والسلام وبتحب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كويس، تجي تلقى زول في الجامعه ويقول لك انا مسلم والحركه الطالبيه الاسلاميه، يقول لك يا اخي الصحابه ما بيزنوا والصحابه ما بيعربدوا، وبعد ده انتوا تقولوا لهم رضي الله عنهم، ونحن لو عملنا اي حاجه تقول لنا انتوا فساق وانتوا كفار. يعني انا اقول لك شنو، زول بيقول ايت الدين دي ده كلام سياسي ما نافع معانا، انا اقول لك شنو يعني، كما قلت لك كافر اقول لك شنو كويس. زول بيقول كلام النبي عليه الصلاه والسلام سخف، وانا لقيته هنا بس اتخرج يلا ريحنا منه ذاته كويس، قاعد هنا قال حديث النبي عليه الصلاه والسلام ده حديث سخف، ولو قالوا اعقل زول انا الكلام ده ما بشيل به، يقول لك انا الحديث ده ما ينفع معي، ما دخل عقلي. طيب ما دخل عقلك انت، معناه انا ما يخش عقلي ولا ما يخش عقل غيري؟ عشان كده انا قلت لك فهم القران والسنه لا بد أن يندرج مع فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كويس، ومع عملهم ومع أثرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس كويس. وسي زي ما بقولوا في شخصيات ظهرت كده في الركن، الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش، إذا قبل ما نواصل الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش يا شعبين، ترى تسجلوا الكيزان اللي بيجوا يعينوا الكوز، انت ما عندك حاجه بس بنقول لك انت بتسوي حفلات وفارغ ما عندك شيء، ما في اي حاجه كويس، تلقاه وجود حقوق الطلاب. طيب يا كوز حقوق الصحابه دي انت بتدافع عنها مالك، ولا بد نعتصم ولا بد نمرك، ده خلينا منه انا ده ما موضوعي، لكن حقوق الصحابه اللي انت بتصدي لها زول هنا يجي ينضم في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ويقول حديث الرسول سخف كويس، انت زول ده شغلك معه شنو؟ تجي ترد معه وما برد عليه ذاته، لانه بلقاهم الكوز والشعبي قاعدين سوا، الخلطة الثانية منو ما عارف كويس، تلقاهم قاعدين لأنهم كلهم تربية بتاعت حسن البنا وبتاعت السيد قطب كويس، وتربية الزول الجاهل المعاصر المدعو حسن الترابي كويس، ديل تربية الزول ده، الزول اللي بيقول لك الرسول ده أنا أعلم منه كويس، ويقول لك الرسول ده أنا كلامه ما بشيل بيه كويس، ولا بد نجدد عندهم
الرئيس بتاع الدائره العلميه ولا اسمه شنو، ابو بكر عبد الرازق، شايفه قبل كم يوم ناشر في الجريده قال لا بد من مراجعه الصحيحين. جدا يا ابو بكر عبد الرازق، راجعنا الصحيحين ولقيناك انك كافر، كلامي ده ما عجبك تعال ناقش. اي شعبي شفت ابو بكر عبد الرازق بيديك تعليمات يقول لك امشي الجامعه واشتغل ركن كويس، وبتلاقيه في المنشيه في بيت الترابي ولا عند حرم الترابي ارمله الترابي، تعال داخل لي هنا ده وقول لي كلام ابو بكر عبد الرازق ده صح ونحن ماشيين به كويس. وانت اذا زعلان من كونه ان نقول عنك انت زول ده دي زندقه وكلامك ده كفر وكلامك ده ضلال، انا بقوله لك ولا عاجبني ولا عاجبني شيخك ولا عاجبني اي زول. لو انت بتقدر تعال، لو عندك شيخك بتقدر تجيبه تعال، وشيخك ما اظنك تقدر تجيبه بعد ده الا تستعين بناس وارقه كويس. انا بقول لك شيوخنا بيحوا الموتى، لاقوك ناس وارقه ولا الشله اللي هناك بتاعت الصوفيه دي وشدوا حيلهم قول لهم جايينكم. امس كنا معاهم في الغربي قال والله الشيخ مو شيخ خالق، والله الشيخ يخلقك ويحملك كده، خليه يحملك انت بعدك نتفق. والله يا ناس والله الكلام ده في المجتمع ما بعيد، ولا بتلقاه في سوق ولا بتلقاه في كازينو ولا بتلقاه في محل دعاره، الكلام ده جوا الجامعه دي جوا قاعد معاك هنا كويس. وناس يقولوا الله ما في عديل وقاعدين كويس، يقول لك والله عندنا منتدى شعري وعندنا جلسه فنيه بمصطفى سيد احمد كويس، لكن هو في النهايه عنده كفر وعنده ضلال دار يوصلك له باقرب دريب، يجيبك بحسين الصادق ومنتصر الهلاليه، بعد شويه تلقى روحك مش حسين الصادق، الاسلام ذاته ما لامي فيه، الاسلام ذاته تفتش لما تلين فيه كويس. فانا داير الناس اللي قاعدين ديل تعالوا داخلوا الكيزان، الكعكه ديك ما كملت ولا هسي ولا شنو؟ اعتصام وما اعتصام، لعبوا بينك دي دورونا ثلاثة اسابيع بس نوم نساي وجينا كويس. الشعبيين المعاون الشيوعيين، الشيوعيين عندهم بيت بيجيبوها كل بس كل سمستر كده بيعملوا بقى عرض واحد بس، تجي يا زول تقعد تنضم. نحن لابد دارين طلبه مثقفين، دارين طلبه شعراء، نحن دارين طلبه مسلمين، وانتي وسخانه كدي وعريانه ما تجينا هنا، ما تجينا يا شيوعيين. الكلام ده لو ما عجبكم انا بجيك في الركن حقك كويس، جوا بجيك، الشعبين بنجيكم هناك جوا، اخير تجي قبل ما نجيك هناك، زي ما بقولوا العار العار جوا الدار، لو جيناك في ركنك بتتجهجه، اخير تجينا هنا ساي كويس. وانا بستغرب زول تلقاه جوا الغاعة وفي المطعم وفي المكتبة وفي أي محل بالله ما يسكت نهاية من النقاش، يناقش في الطلبة كويس ويناقش في أي زول، يقول أنا والله وطبعا فكرنا ده ولا بد أن احنا نرجع الناس للعقل، والناس دي متحجرين ومزمتين وما عارف يمرونا بالنصوص وناس بتاع النصوص، نحن ناس النصوص ده لما نجيك بتمش مالك كويس. النقاش اللي بيسوي في الغاعة كويس وبتتوعد، ونحن والله بامس واحد بيتوعد فيني في الفيسبوك قلت له تعال الركن، بس الا لا ما شايف تعال الركن هنا، ومباري له زول حوار زول يا اخي ده ما زول ذاته ما تامي زول، وين هو ارجو الليله ما في ما يجينا ذاته لانه زول ذاته ما مرتب له روحه يمسك المايك ده قريب يقع مني كويس. دارين انه يخشوا صوفيه، طيب كان ما في زول داخل انا افتح الفرصه للشيخ لو في سؤال برضه الزول ممكن يكتبه ويقدمه. تفضل يا شيخ.